مساء الفل. لو عندك حد قريبك او صاحبك وعشره من زمان عايش بره، طبيعي بيسالك عايز حاجه من هنا اجيبها لك وانا جاي، او عايز حاجه من هنا ابعتها لك. فانت بترد عليه بادب وتقول له ربنا يخليك يا حبيبي عايز سلامتك، او بترد عليها بادب تسلمي لي يا خالتي مش عايز اتقل عليكي. وبعد ما بتقفل معاهم بتقوم فاتح الواتساب وبعت لهم رص الطلبات، معظمها اصلا تفاصيل وحاجات موجوده عندنا هنا عادي. يجي حد مثلا يقول لك حلو قوي القميص ده، فتقول له ده من امريكا، قال يعني انت كل يومين هناك. او واحد تاني يقول لك حلو الجينز ده، فتقول له ده من الشانزليزيه، قال يعني انت حافظ باريس شارع شارع. كلنا فينا الدق ده بنسب متفاوته، ده انا بسميه عقده الخواجه. انا بقى اتخلصت من العقده دي، اتخلصت تقريبا من عقده الخواجه وبطريقه لذيذه. تجارب ورا بعض كده علمتني حاجه كان لازم اشاركها مع ناس تانية، واكتشفت ان كل المصريين الصراحه لازم يعرفوها. من هنا جت فكره البرنامج ده. انا احمد داوود وده برنامج الكونتينر. حديداز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر. الرئيسي حديداز خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. كونتينر النهاردة فيه مكون أساسي للعربيات. تخيلوا إن الإنسان العادي بيقضي حوالي 5 سنين من عمره قاعد جوه العربية. من وإحنا صغيرين بننام في العربية وبنلعب في العربية، بناكل ونشرب في العربية، ولما نكبر شوية بنحب في العربية. احنا النهاردة في مصر بنستورد عربياتنا من بره، بس في جزء مهم قوي في العربيات دي احنا بنصنعه بايدينا وبنصدره في الكونتينر. مصانع موبيكا ليهم كذا مصنع وبيشتغلوا في حاجات كتير، وجايز اشهرهم الاساسات المكتبية، بس عندهم مصنع في 6 اكتوبر ليه علاقة بالعربيات بيشتغل فيه عمال وفنيين على اعلى مستوى علشان يصنعوا اكتر جزء بنستخدمه في العربيات المستوردة، كراسي العربية. في بداية القرن اللي فات ومرة واحدة كده بدأت العربيات تنتشر بشكل جنوني. ساعتها الكرسي ما كانش كرسي، لأ ده كان كنبة، وكانت عالية جدا عشان أولاد الزوات اللي اتعملت عشانهم العربيات دي يقدروا يتفرجوا على المناطق اللي بيسوقوا فيها، وما كانش في بقى اهتمام بسلامة الكرسي ولا أمان ولا أي حاجة. في سنة 1980 بدأت الشركات تختبر عوامل الأمان في عربياتها قبل ما تنزل السوق، واخترعوا اختبارات الحوادث اللي كلنا بنشوفها دلوقتي، واللي كانت من ضمنها أو أهم حاجة هو اختبار الكرسي بتاع العربية. وفي سنة 1990 نزلت كاديلاك أول كرسي كهربا بذاكرة يفتكر الوضعية اللي بتريحك ويظبط نفسه عليها، وبسهولة قوي تقدر ترجعه تاني. وده كان بعد 4 سنين من تأسيس شركة موبيكا. الوقت ده كانت الشركة بتختبر تصميماتها في مصانعها، وكانت قدرت بالفعل إنها تثبت نفسها كشركة ناشئة في مجال الأساس المكتبي. موبيكا بقى جمعت كل الحاجات والاختراعات دي وحطوها كلها في كرسي العربية بتاعهم، أصل الكرسي اللي بيطلع من مصانعهم بينافس في أكبر الأسواق العالمية. وكراسي العربيات دي طلعت حكاية ورواية. الموضوع ما بقاش زي زمان، دلوقتي الكرسي بقى فيه مساج، وبقى ممكن إن أنت تسقعه وتسخنه وتحتيه مساعدين عشان لما يبقى فيه مطبات إن أنت تبقى قاعد مرتاح. مصنع كامل ما بيعملش حاجة غير كرسي العربية، ومش لأي حد، لأ الكرسي ده بيطلع لمرسيدس وبي إم وماركات تانية عالمية كتير. الكراسي والكنب دول داخل في تصنيعهم أكتر من 5 عناصر مختلفة، بس كلهم بيبدأوا بداية بسيطة جدا. هنا أول خطوة في بداية تصنيع الكرسي، وبنبدأ بالمواسير الحديد دي. المواسير دي هي بداية أي كرسي في أي عربية. الله ينور. أول حاجة بنقطعها على المكنة دي علشان تبقى جاهزة لأول خطوة في صناعة كرسي العربية. زمان لما كنت بنزل تدريب في المصانع أو كده، كنت دايما بلاقي أي حديد بيتقطع بيبقى فيه نار بيطلع وشرار ورايش كتير، وكان دايما العامل بيبقى لابس زي ماسك كده حديد، وكان الموضوع صعب قوي. دلوقتي بقت الحكايه اسهل بكتير. دلوقتي احنا نزل مكان اللي هو النص اوتوماتيك دوت، بقى العامل هو بيغذي بس المقاس وبيدخل الماسوره وبيدوس على دواسه، هي بتنزل المشوار بتاعها بتقطع وبدون اي رايش وفي امان للعامل. دي الماسوره اللي هي بعد التقطيع
تطلع طبعا مش بتحتاجش اي تجليخ او اي حاجه زي زمان، وبعد كده بننتقل من مرحله التقطيع لمرحله التكوين. يلا بينا على التكوين. خش هنا على البرنامج على الكمبيوتر، بندخل الداتا كلها الريديوس يعني الشكل اللي انا عايز اطلعه بالظبط كده. بعد كده الجزء بعد ما بيطلع بيبقى فيه جدج مراجعه، براجع عليه الاجزاء اللي بتطلع. نفس المكنه دي بتعمل اشكال مختلفه، كل اللي انت عايزه، ماسوره مدوره، ماسوره مربعه، ماسوره مستطيله. حلو. والشكل اللي انا عايزه، انا اللي بدخل البيانات كلها، وبنبدا ان احنا بعد كده نغير نوعيه البقر عشان اطلع الشكل النهائي اللي انا عايزه، اللي هو نازل في التصميم اللي هو بتاع الكرسي بتاع العربيه. مكنة التقطيع تعتبر أحدث مكنة تقطيع موجودة دلوقتي، والمكنة اللي بعديها تنت وشكلت المواسير عشان تاخد شكل التصميم اللي احنا محتاجينه. بس المواسير المتشكلة دي دلوقتي محتاجة اللي يلحمها ببعض، واللي بيعمل الموضوع ده هو أهم شخصية في المصنع. الروبوت، من وقت الثورة الصناعية والروبوتات دي عملت طفرة في الصناعة بسبب دقتها وسرعتها، والروبوت ده من أحدث الروبوتات الصناعية اللي موجودة في العالم حاليا. بص يا باشمهندس، انا ممكن ساعتين اقعد اتفرج عليه عادي وما ازهقش، ما شاء الله، يعني تحس ان هو عنده شخصيه كده، مش سهل الروبوت ده. طبعا طبعا، هو الروبوت ده من الماكينات اللي هي احدث ماكينات بعد الموضوع اللحام، وده احدث حاجه طلعت في اللحام. طبعا كل جيج له تصميم معين بيتحط عليه حسب الرسمه وحسب الموديل بتاع الموديل نفسه. انا عاجبني ان هو زي التكويع، فكره ان انت بتدي للمكنه الاوردر اللي انت عايزه بالظبط يعمل ايه بالزبط. وده ممكن تغيره على حسب المنتج اللي جاي لك او على حسب بالظبط. كل موديل انا بغيره اللي انا عايز اطلعه، بدخل البرنامج وبدخل عدد نقط اللحام اللي هو بيلحمها. حلو. انا عندي بس سؤال. اتفضل. زمان الشاسيه ده عشان نعمله يدوي، او العامل اللي هو بقى كان بيمسك الماسك ويلحم يدوي، تمام، كان ممكن ياخد منك وقت قد ايه او كام عامل يعمله؟ الشاسيه ده عشان كان يتعمل بس سلك على مكان الواير والسلك والسي ان سي وكده، كان ممكن يبقى فيه 20 عامل عشان يطلعوا اجزاء الشاسيه دي، ما كانتش بتطلع بنفس الدقه، ولا اجزاء متكامله. دلوقتي بقيت بتصنع نفس اللي كان بيجي من بره، اللي كنت بتستورده زمان. كنت بستورده زمان. صحيح. اخر سؤال قبل ما نمشي من عند الروبوت، انت دلوقتي كان العامل هو بيرص الحاجات اللي الروبوت بيلحمها. تمام. طيب نفترض ان ممكن العامل ينسى قطعه معينه يحطها او حاجه، الروبوت هيعمل ايه؟ في امر بيدي بيبقى للروبوت ان هو بيلحم التخانه اللي هو بيلحمها. حلو. لو هو الروبوت الامر اللي هو واخده بالتخانه دي ما حسش بيها، الروبوت بيقف. برنامج الكونتينر، الرائد الرئيسي حديداز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر، الرائد الرئيسي حديداز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. وبكده يكون هيكل الكرسي اكتمل واتلحم من الأخ الروبوت ده. بس الروبوت كده سلمنا الكرسي هيكل بس، احنا كده معانا الهيكل. بس الخطوة اللي جاية دي بقى حكاية تانية خالص. الخطوة الجاية أنا بس عايز أفرجها لكم من فوق الأول، أنا ممكن أقعد أتفرج عليها اليوم كله. العجلة دي تقريباً بتلف طول اليوم، بتقف قدام كل خطوة بس في مراحل حقن الفوم، حركتها ممكن تظبط عليها الساعة. هنا بتحصل أهم خطوة من خطوات تصنيع الكرسي، جسم الكرسي اللي بيتركب على الهيكل. أول مرحلة رش الفوم علشان الفوم ما تلزقش في الاسطمب، بعد كده مرحلة تركيب الإكسسوارات. اكسسوارات زي اللباده زي اللي حضرتك شايفها ورانا دي. لا معلش، رش الفوم، رش حاجه قبل ما تحط الفوم يعني عشان رش عشان مانع الالتصاق. زي ما والدتي مثلا بتحط في السمنه او حاجه عشان الكيكه ما تلزقش. أيوه. او بتاع. أيوه. دي مرحله الحقن. يلا باي باي. بعد ما بيحقنها طبعا الصينيه بتلف بطايم. دي الاماكن عشان يحفظ بيها مكان الهيدريست. أوكي. يبقى عشان ما تتقفلش عليها، يبقى المواسير سالكه عشان ما يركب مكانها الانتشر وبعد كده يركب الهيدريست. بعد جسم الكرسي ما بيطلع من القالب بيتختم باسم العميل وتاريخ انتاجه، وبعد كده بيدخل على مرحله القص والصنفره علشان يشيلوا كل الزيادات، واخر مرحله للفوم هو انه يرجع ياخد هواء علشان بيبقى مضغوط من القوالب، لحد ما بنوصل للجزء اللي بنشوفه من الكرسي، الكسوه الخارجيه. بس في الخطوه دي بقى لا بديل عن العامل البشري، ما هو مش كل حاجه يقدر عليها الروبوت، في فريق كامل بيشرف على الكسوه. كده يكون الكرسي اكتمل وجاهز للعربيه، المواسير عملت لنا الهيكل، والفوم اتصب في العجله واتصنفر واتظبط، وبعدين الكسوه اتخيطت، فاضل بس ان كل العناصر دي تتجمع. هنا المكان اللي بنجمع فيه كل اللي احنا شفناه،
علشان في الاخر نوصل لشكل الكرسي في النهايه. الله ينور. غير ان الكرسي بيتجمع كمان بيتضاف امكانيات زي المساج والدفايات والجهاز اللي بيحركه بزراير. ده حتى الكرسي بيتكوي وبيتظبط قبل ما يدخل على مرحله الاختبارات النهائيه. كل الكراسي دي هتطلع من هنا شكل واحد بنفس الجودة ونفس المعايير والمقاسات، كلهم هيطلعوا على بلاد مختلفة في كل حتة في العالم، من هنا من مصنع موبيكا من مصر. مصنع موبيكا بينتج أجود أنواع كراسي العربيات والأشهر الماركات العالمية، بس شركة موبيكا بدأت بداية تانية خالص. شركة موبيكا معروفة عالمياً بأنها بتنتج أجود أنواع الأساسات المكتبية، من مكاتب لكراسي لقاعات اجتماعات على أعلى مستوى. نجاحهم في الأساسات هو اللي خلاهم يتوسعوا ويدخلوا مجالات تانية زي كراسي العربيات، والنهاردة بقوا بيصدروا منتجاتهم المختلفة لأكثر من 40 مصنع حول العالم، من مصانع موبيكا لمواني الشحن للعالم كله، من مصر في الكونتينر. من المينا هنا المصريين بيصدروا كراسي العربيات المستوردة. ماركات عالمية كتير بتعتمد بشكل رئيسي على الكرسي المصري في صناعة عربيتها. في آخر 5 سنين بس، كل يوم بيخرج من مصر آلاف الكونتينرات المتحملة ببضاعة من صنع إيدينا، بتسافر لكل بلاد العالم. نسيبنا بقى من عودة الخواجة وخلينا في المصري. مسافة ما شفنا حكاية الكونتينر ده، آلاف الكونتينرز اتحملت بعشرات المنتجات المصرية التانية وبتشق طريقها في البحر والأرض والجو علشان تتعرض في الأسواق العالمية. إيه هي المنتجات دي وإيه حكايتها؟ ده اللي هنقوله في حلقات جاية من الكونتينر. برنامج الكونتينر الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط. برنامج الكونتينر الراعي الرئيسي حديد عز، خبراء صناعة الصلب في مصر والشرق الأوسط.